وبالمغرب 10 ذي الحجة يصادف السبت القادم هو يوم عيد الأضحى. ونحر الأضحية سنة مؤكدة. التساؤل، هل تجوز البقرة كأضحية وما الشروط التي يفترض أن تراعى في الأضحية؟ نطرح السؤال في ظل إقبال العديد من المغاربة على البقرة كأضحية. عبد الفتاح مؤمن وحسين وسيك. لا يتعلق الأمر هنا بمشادات كلامية، بل هو حوار بين أشخاص اجتمعوا بضيعة لبيع الأبقار. على لسانهم سؤال واحد، هل يجوز البقر كأضحية للعيد؟ فمن قائل لا تجوز إلى آخر يؤكد شرعية ذلك بشروط ترتبط بجودة وسن الأضحية. المريض عنده السكر والكوليسترول وكيعيد بالبكري، وخصها تكون تنية ماشي تكون صغيرة ديال سنان الحليب ولا شي حاجة. بعد الحسم في سن البقر يطرح إشكال آخر، فبعض الأسر تشتري عجلا تشترك في ثمنه على أن يكون أضحية لهم جميعا، طريقة يدافع عن شرعيتها البعض ويتحفظ منها البعض الآخر. أربعة الناس غنتناقشوا بقرة، ويجوز حتى الخمسة الناس يعيدوا بهيمة كبيرة بقرة. الدين هادشي الحولي ديال 100,000 فرنك ولا 120,000 فرنك واجب، وعادي يمكن لنا نتناقشوا على هاد البقرة هادي حنا خمسة. أنا بغيت إلا يجاوبني شي فقيه على بحال هادشي هذا. طبيعة أو حتى ثمن أضحية العيد قد يستحضرهما البعض بالتفكير في كمية اللحم، فيما نتجاهل استحضار أناس أو ربما جيران لنا لم تشفع لهم الظروف المعيشية من اقتناء هذه الأضحية. ولتوضيح الأمر من الوجهة الفقهية نستضيف معنا سيد محمد موشان رئيس المجلس العلمي للفداء مر سلطان. أهلا بكم سيد موشان. شكرا جزيلا. إذن تساؤلات كثيرة كيطرحها المواطن المغربي في هذه المناسبة، بكل بساطة هل تجوز الأضحية بالبقرة كأضحية وشنو الشروط الضامنة باش تكون الأضحية صحيحة من الوجهة الدينية؟ بسم الله والصلاة على رسول الله. نعم، المذهب المالكي يقول بأنه لا يجوز الاشتراك في أجرة الأضحية لأنها نسك، والنسك لا يتجزأ، هذا في الفقه المالكي عندنا في الفقه المالكي. لكن المذاهب الأخرى كالشافعية وغيرهم تمسكوا بحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم اشترك سبعة منهم في بقرة أو بدنة. فإذا للتوسعة على الناس ولمن لا يستطيع يعني يحبض البقر يجوز له هذا بناء على الحديث صحيح الوريد في صحيح مسلم. لكن الأفضل الأفضل في الأضحية هو الضأن هو أولا، والذكور منها أفضل من غيرها. أما بالنسبة للسن فلا بد أن تكون البقرة ثني، أي سوف ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، هذا نسك. الأمر لا يتعلق بلحم يؤكل ولا بطعام يقتات، هذه شعيرة من شعائر الله. فالمفترض فيها أن حين نذبح هذه البقرة أو هذا الكبش أو كذا أن نتذكر قصة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، فهي قصة الوفاء والتضحية، قصة سمعنا وأطعنا. ثم روحية تجزأ ثلاثة أجزاء، هي مثلثة، جزء ثلث يأكله الإنسان وثلث يهديه وثلث يتصدق به على الفقراء. بهذه العقلية، بعقلية الوفاء والطاعة لله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المفروض ألا نسطح، هذا نوع من تسطيح العبادة وتفريغها من مضمونها. أرجع لواحد السؤال طرحه أحد مواطنين في الروبورتاج بكل بساطة، دابا خمسة الناس تشاركوا مثلا في بقرة، واش هاد المغزى الديني اللي كتكلموا عليه توفر أم لا؟ نحن. أم أنه خصو يشري بوحديته؟ لا لا لا، قلنا هذا على المذهب الشافعي وعمل بالحديث صحيح يجوز، لكن المقصود ألا يهتم الناس باللحم، هذا هو الغرض. الغرض أنها عبادة شعيرة نخرج من تمييعها وتبسيطها في أكل وفي لحم، بل هي شعيرة نتذكر فيها الإسلام، نتذكر فيها الطاعة. هذا أمر بذبح ابنه فقال سمعنا وأطعنا، ماذا فعلنا نحن؟ إبراهيم ناداه الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، سينادينا نحن الله أن يا فلان هل صدقت الوحي وعملت به أم لم تعمل؟ هذا هو المهم، لب العبادة ليست المظاهر، المظاهر إنما تغر الأصاغر.
هذه من المظاهر اللي كتثير انتباهنا، يعني ما بعد الاضحيه احيانا مساله شرط النظافه، والنظافه هي جزء من الإسلام. نعم، هذا اسلوب غير حضاري، وهذا يدل على سوء العباده، اذ العباده السليمه تؤدي الى سلوك ايجابي في المجتمع. عار علينا ان نذبح اضحيتنا طاعه لله ثم نرمي الاسباب في الشوارع. لو كانت العباده صحيحه، الذي امرنا بذبح الاضحيه هو الذي امرنا بالنظافه، فنطيع هنا ونطيع هناك، فنكون مؤمنين ونكون مسلمين ونكون متحضرين. هذه المظاهر ديال الاسبال هي مشينه وقبيحه ومعيبه ولا تليق بالمؤمن. السيد محمد موشان رئيس المجلس العلمي للفدا مرسلطان، شكرا لكم على هذه التوضيحات. شكرا.